جمدت المشاورات الحكومية في فترة الأعياد ويمكن أن تمدد طالما يتعنت المعنيون في مطالبهم ومحاصصاتهم، إلا أن البطريرك الماروني بشار الراعي مستمر في مسعاه وفي رفع سقف مواقفه للوصول إلى حكومة تنقذ لبنان. وعلى الرغم من أن محاولة تجميد مبادرة البطريرك ستؤدي حتما إلى توتير العلاقة بين البطريركية وقصر بعبدة، وفق حارس بكرك النائب فريد هيكل الخازن، إنما يعتبر أن لا علاقة لهذا الأمر بإلغاء مشاركة الرئيس ميشيل عون في قداس الميلاد. وأكد الخازن الذي شارك في القداس والتقى الراعي أن البطريركية لم تأخذ عدم حضور عون بأي منحى سياسي. فعلا نحن يعني أنا بتأسف أنه صار هالشيء، ولكن لأنه هيدا تقليد نحن حريصين عليه جدا، ولكن مسألة الكورونا هي اللي منعت حضور فخامة الرئيس، لأنه صار في كورونا داخل عائلته، ما حدا يعطي أي بعد سياسي لغياب رئيس الجمهورية عن الحضور اليوم. كلنا بنعرف أنه رؤساء سابقين كانت البطريركية المارونية بموقف تخاصمي أكبر بكثير مما هي اليوم بين مع رئاسة الجمهورية، وكان رئيس الجمهورية يأتي في المناسبات التقليدية والأعياد. بعض المقربين من رئيس الجمهورية بيعتبر أنه كلام غبطة البطريرك عم بيكون طابش لمصلحة الرئيس الحريري أكثر مما هو لمصلحة الرئيس عون. أنا ما بعتقد، لأنه لو كان في انزعاج، هذا الانزعاج لا يعني بأنه فخامة رئيس الجمهورية لا يأتي ويحضر هذا القداس. وإذا كان فعلا هيك، إذا كان فعلا هيك، نحن بيكون لنا موقف كبير من رئيس الجمهوريه. تقطع معنا هيك، هذا تقليد ما بنقبل نحن نتخلى عنه. تكلم البطريرك الراعي عن معايير مستحدثه تعرقل ولاده الحكومه، فهل المقصود رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل؟ انا اللي بعرفه انه دائما التيار الوطني الحر دائما ما بيشبع، وعندهم دائما بعانوا من حاله، يعني خليني اسمي حاله جوع للحقائب والوزارات والعدد و و و و هل هذا يعني بانه البطريرك الماروني اسقط التيار الوطني الحر؟ ما بعرف اذا اسقط التيار الوطني الحر بالحقيقه. انا اللي بعرفه انه منزعج جدا من تأخير في عملية التأهيل. وختم الخازن بأن البطريرك صاحب كلمة لكنه ليس صاحب سلطة، وما لم يستطع ماكرون أن يلزم به المسؤولين لن يلزمهم به البطريرك، لكن تمنى أن يستجيبوا له. روان أبو خزام، قناة الجديد.